السكر الأبيض، إنه ناقوس خطر، إنه السم الذي يدخل إلى أجسادنا بإرادتنا، إنه السم الذي يحذرنا استشاري التغذية العلاجية من تناوله. ولكن هل فكرة التخلص من إدمان السكر قائمة؟ أخبرونا في البداية عن تجاربكم في التعليقات. كيف تتعاملون مع تلك الذرات البيضاء؟ وهل تدركون مخاطرها أم أنكم لا تؤمنون بتلك الأضرار التي وثقتها أحدث الدراسات العلمية وأكدها اختصاصيو التغذية العلاجية؟ تناول السكر لدى الكثير من الناس إدمان يؤثر سلبا على الحياة الصحية السليمة. دعونا نتوقف عند مصطلح إدمان. مصطلح إدمان يعني تغيرا في كيمياء الدماغ، مما سيؤثر على تغير في نشاطه الاعتيادي. فتناول السكر المتكرر يشبه تناول الشاي والقهوة. أما عن أسباب إدمان السكر فيعزى إلى العديد من العوامل، منها عوامل التحفيز لدى الإنسان منذ طفولته بالحلويات والسكريات، إذ تعطي الأم طفلها الحلوى ما يزيد من إفراز الناقل العصبي المعروف باسم الدوبامين، ويعتاد على الربط الشرطي، إذ أن زيادة كمية الدوبامين تزيد من سعادة الطفل، ويكبر معه هذا الارتباط مسببا الإدمان. إضافة إلى ربط العديد من الدراسات تناول السكريات لدى مدمني السكر بالانفعالات الإيجابية والسعادة، وعند عدم تناولهم لوجبتهم السكرية يصابون بالانتكاسات والحزن الشديد والشعور بالضيق وربما بالاكتئاب. وهنا يجب الانتباه إلى وجود السكر في المنتجات الجديدة المصنعة مثل الشيبسي والسكاكر والمشروبات الغازية، حتى تلك المكتوب عليها تحتوي على الفاكهة الطبيعية. ووجود الكربوهيدرات يعني وجود السكر أيضا. وفي هذا النطاق، قبل التطرق إلى الإقلاع عن تناول السكر، لابد من الوقوف على أهم المشاكل التي يسببها إدمان السكر، لعل أبرزها السمنة ونقصان في كميات الكثير من الفيتامينات والمعادن في الجسم. كما أن اضطراب المزاج أحد السمات الرئيسية لإدمان السكر، إضافة إلى مرض السكري وزيادة الشحوم الثلاثية والكوليسترول في الدم. والآن للحديث عن الحل لإدمان السكر، لا بد من التحذير من التوجه لاستبدال السكر الصناعي السكرين بالسكر العادي، فإنه سيزيد الطين بلة ولن يكون البديل الصحيح. ويجب أن نستبدل تلك الأغذية السكرية بأنواع الفاكهة المختلفة، فسكر الفاكهة أقل ضررا وتعودا بالنسبة للجسم. كما يجب الإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي على البروتين، خاصة البروتينات الحيوانية. لماذا؟ سيعمل البروتين على سد الشهية للسكريات لمدة طويلة. كما أن تناول الأغذية الغنية بالألياف من الحلول الساحرة، إذ تعمل هذه الأغذية على التقليل من كمية امتصاص السكر من الأمعاء، وبالتالي إعاقة وصوله إلى مجرى الدم. وتناول الخضروات الورقية مثل الخس والملفوف بأنواعه والجرجير أمر ضروري ومهم. في النهاية عليك أن تعلم أن الانسحاب التدريجي من إدمان السكر مهم جدا. وضع خطا أحمر تحت كلمة التدريجي، وعدم القطع المفاجئ أحد أهم العوامل التي ستوصلك إلى الإقلاع عن تناول السكر. وفي هذه المدة فقط يمكنك إضافة عسل النحل الطبيعي بديلا ومحليا، ثم حاول التخلص حتى من إضافة العسل إلى طعامك. ولذلك عليك أن تنتبه، فالسكر الأبيض هو السم الأبيض، ويعود سبب هذه التسمية للعواقب الخطيرة للسكر على الصحة. ومن أهم هذه العواقب تراكم الدهون في الجسم. وفقا للطبيب الألماني الباحث في أضرار السكر يورغن سايبل، فإن السكر الزائد في جسمك لا يحرق،
وبالتالي فإن الجسم لا يحتاجه لتوليد الطاقة، فيتم تحويله غالبا إلى مواد طبيعية أخرى مثل الدهون التي تتراكم بكميات كبيرة في الجسم وعلى الكبد. البدانة. يؤكد الطبيب يورغن سايبل وجود ارتباط وثيق ومباشر بين البدانة والسكر والدهون، فاستهلاك السكر مرتبط بالبدانة التي تسبب الإصابة بمرض السكري. انتشار الخلايا السرطانية. تدور النقاشات بشكل متزايد مؤخرا حول علاقة السكر بمرض السرطان، إلا أن الطبيب سايبل أكد أن الدراسات الحديثة لم تظهر وجود ارتباط وثيق بين الاستهلاك العالي للسكر والسرطان، إلا أن مرض السرطان معروف بقدرته العالية على التحكم باستقلاب السكر، وارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين وبالتالي زيادة عامل النمو IGF الذي يرتبط بدوره في انتشار الخلايا السرطانية. كما أن السكر يحفز إنتاج مادة الدوبامين في الدماغ وفقا لدراسات أجريت على بعض الأشخاص الذين يتناولون السكر بكثرة، فقد لوحظ وجود تغيرات في مستويات الدوبامين بأدمغتهم، وهذه التغيرات تشبه التغيرات في أنماط أنشطة الدماغ والتوازن الكيميائي لدى مدمني المخدرات. ولكن ماذا عن سكر الفاكهة مرة ثانية؟ الفركتوز الموجود في الأطعمة والفواكه بشكل طبيعي ربما يكون غير مضر، لكن خبيرة التغذية كريل تحذر من خطورة سكر الفاكهة الاصطناعي في الأطعمة، كونه يزيد تراكم الدهون في الجسم بشكل كبير جدا، ما يجعله أخطر من السكر العادي. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم، شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.